أيها الإخوة الأحباب، نبدأ وإياكم هذا اللقاء الكريم بتحية فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي. أهلا بفضيلتكم في هذا اللقاء. فضيلة الشيخ متولي الشعراوي، في ليلة القدر نزل القرآن الكريم، فلو أردنا أن نتحدث عن القرآن الكريم وبداية نزوله، هل نزل في هذه الليلة إلى سماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل منجما إلى الدنيا، أم أنه نزل بداية إلى السماء منجما ثم بعد ذلك توالى نزوله؟ لو تفضل. بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيعلم الله أني أستحي أن أقول في حضرة إخواني شيخ الأزهر وإمام المسلمين وأخي الدكتور القائم على أمر الدعوة في بيوت الله وأخي الدكتور هاشم القائم على تربية الدعاة على منهج الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني عند حسن ظنكم وأن يعينني على أن أتكلم في هذه الليلة بما يشرح الله به صدري وبما يفيضه على لساني من قرى هذه الآذان التي تستمع إلي. اللهم آمين. كلمة ليلة القدر، ليلة ظرف زمان وهي قسيم النهار، والقدر هو العظمة في منتهاها. والعظمة في منتهاها إنما يكون التعبير عنها عند من يعلم حدود العظمة، ولا شك أن القائل والذي سمى ليلة القدر بليلة القدر تكلم عن القدر وهو منتهى العظمة عنده لا عندنا نحن. إذن فهذا قدر لا يمكن أن نتوصل إلى تحديده وإلى معرفة كنه، ولكن نأخذ منه ما يفيضه الله على كل نفس حسب جهاد استقبالها لهذا التعظيم. فإذا كان القدر هو العظمة في منتهاها، ومنتهاها عند من لا منتهى لكماله هو الله، ونزل في ليلة، لما ليلة وأي ليلة هي؟ الليلة قسيم النهار، وأي ليلة؟ ولكل مكان ليل ولكل مكان النهار، فليل هنا يقابله نهار في أمكنة متعددة، فأي ليلة نزل فيها هذا القرآن؟ ولما كان الليل؟ نقول لو الليل هو محل سكون النفس من جهاد العناء في الحياة وشرور أهل السوء فيه، فإذا جاء الليل انقسم الناس قسمين: القسم الأول أهل الشر أراح الله هذا الزمن من شرورهم، والقسم الثاني هم المؤمنون بالله وهم الذين يقيمون في عبادته ويستغفرونه ويستمطرون رحمته. إذن فالليلة هي أنسب شيء لنزول القرآن فيها، هم أهل النفحات. أهل النفحات. طيب، وأي ليلة؟ أليلة مصر أم ليلة السعودية أم ليلة أمريكا أم ليلة؟ الذي يعني صح عندي أو يعني حامت حوله نفسي أنه الليلة التي على من نزل، ليلة من نزل عليه القرآن، فكأنها الليلة في مكة، ولذلك يقول الحق: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإذا فالليلة هي هذه الليلة. فإذا كان القرآن كان في اللوح المحفوظ، وفي اللوح المحفوظ كما قال الله في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، إذن فقد أمن أن يدخل عليه شيء أبدا، كتاب مكنون. طيب، ولماذا أجل لهذا الوقت في انتظار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه رسول الخاتم الذي لا يأتي بعده رسول، ففيه تمام التشريع لمنهج حركة الحياة في الأرض، وهو على ميعاد مع ارتقاءات العقول
كل يوم العقول ترتقي وتكتشف وتعمل. فجاء القرآن في هذا ليواكب كل ما يمكن أن يأتي به الوجود العقلي بعلم التجربة، ونجد القرآن إما أن لا يصادره وإما أن يؤيده. ولذلك يقول الحق في حرف واحد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ولذلك سئلت أنا في سان فرانسيسكو: أنتم تقولون أن العلماء الذين ابتكروا كذا وابتكروا كذا في راحة الإنسانية وتخفيف ويلاتها يدخلون النار؟ كيف يدخلون النار وهم فاعل؟ فقلت له: قل لهم للمترجم الذي هو الدكتور محمد عبد أماني كان وزير الإعلام، قلت لهم: قل لهم إنما يطلب الأجر ممن تعمل له، يطلب الأجر ممن تعمل له. فهل فعلوا ذلك لأن الله في بالهم إيمانا به، أو فعلوه للإنسانية كما يقولون؟ فعلوه للإنسانية، وقد أعطتهم، خلدتهم كتبا وخلدتهم تماثيل وخلدتهم ذكرى وخلدتهم حد. ولذلك يعطي القرآن لنا صورة على من عمل لغير وجه الله، يقول لك: دول أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده، يعني فوجئ بوجود شيء لم يكن في باله. يبقى إذن الإنسانية أعطتهم، ما يطلبوش بقى من الله، لأنهم ما كانش في بالهم مين؟ ما كانش في بالهم الحق سبحانه وتعالى. ولكن لا نقول أيضا أن هؤلاء يعتبروا من جنود منافعنا نحن، يشقون ويتعبون ويبتكرون ويكتشفون، وإحنا برضو نستفيد، فهم كالمطايا يعملوا لنا اللي إحنا عايزينه نستفيد منه. شيء آخر، يبقى أيضا كلمة الليل، ليل مكة، ولماذا الليل دون النهار؟ لأن ما فيش فيه صخب، سكون هادئ، الأرواح يبقى عندها استعداد صفائي لاستقبال فيوضات الحق سبحانه وتعالى وتنزلاته. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يقول: يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، طب أي ليل؟ ليل من؟ ده الليل لا ينتهي في أي وقت، كل وقت فيه ليل. إذن فيد الله مبسوطة دائمة، يد الله مبسوطة دائمة، هذا أمر. الأمر الثاني، الحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، وخلق له قبل أن يخلقه، خلق له مقومات حياته من طعام وشراب وهواء. ونجد إن التملك لبعض هذه الأشياء يتناسب مع أهميتها في وجود الإنسان. فالطعام يصبر عليه الإنسان شهرا، فإذا قسى علي إنسان ومنعني الطعام، ربنا يقول: أنا صنعتي عملت فيها رصيد في ذاتك، ما تحتاجش لحد، تتغذى من نفسك، ما زاد عن حركة حياتك يتخزن لك، بحيث إذا امتنع تبقى تأخذ من ذاتك. طب عربية، العربية اللي بنركبها إذا خلص البنزين منها تقف، لكن إذا امتنع الطعام عن نشارة ما أفش، لأن اللي خلاني عندي رصيد يمدني. طيب طعام قد يملك، وأقل من ملكيته ملكة الماء، يوم ربنا يجعل فيها مائية الدنيا من 3 أيام ل10 بس، لأن الملكية فيها قليلة. لكن الهواء الذي إن انحبس عن شهيق وزفير يموت الإنسان، لم يملكه الله لأحد أبدا. ليه؟ لأنه قبل أن يرضى علي أكون مت، إنما لو منع عني الماء يمكن بعد 3 أيام بعد 4 يرضى، ناس يحنوا علي أحتال في أنني أخرج، وكذلك الإيه. فإذا خلق الله للإنسان قبل أن يخلق الإنسان. طيب خلق له مقومات ودته، طعام وشراب وهواء، بس كده؟ أم قال لك: طب ده مقومات المادة دي عمرها الزمن، عمرها الدنيا، وعمرها الدنيا دي ما تقوليش من أول آدم لآخر لحد ما تقوم الساعة، لا، لأن دي عمر موزع على الأفراد، يمكن واحد يقعد فيه ثانية، يقعد فيه شهر، واحد يقعد فيه شهر. إذن الدنيا بالنسبة لكل فرد إنما هي طول عمره فيها، ما تحسبهاش من أول آدم بقى، طول عمره. فإذا كان هذا مقوم مادتي، والشمس التي تخدمني، والهواء والماء، وأرض الأرض تديني الخصب وآكل وأشرب، عمرها أطول مني،
أنا أموت كلهم ويموت ناس وهي تفضل بقى خادمي يبقى أطول عمر مني؟ ده معقول ده؟ نقول له لا، ربنا هيديك حاجة تانية بقى، ولذلك هيسمها روح برضه، كما سمى الروح التي تأتي للمادة فتعطيها الحركة والحس، سمى اللي تنزل به القيم روح أيضا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، بس الروح دي هتديني عمر بسيط، الروح الثانية هتديني خلود، واللي انت بتقول عليه انك انت سيده وهو اطول عمرا منك، انت هتبقى اطول عمر منه، لان الشمس والقمر والدنيا دي كلها هتنتهي وانت تظل بلا موت وبلا شيء، تبقى انت هتفضل ايه سيد. ولذلك سمى الله منهج الله للصيانة في حركة الحياة روحا، والذي ينزل به سماه روحا، نزل به الروح الامين، كلها اسمها روح، بس روح ايه؟ بتعطي الحياة الخالدة، إنما الروح الثانية دي بتطرح حياة تنتهي. الله. ولذلك لو نظرنا إلى القرآن لنجد قول الحق، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أدي الحياة، مش الحياة اللي أمر فيها كده وانتهي وموت، دي هي الدار، هي دي الحياة اللي تعتبر إيه؟ تعتبر حياة لا ينغصها موت، فلا يفوتني نعيم ولا أفوت أنا النعيم بالإيه؟ بالموت. يبقى ربنا بقى ما خلق لي قبل أن يخلقك، وبعدين قال لك وخلق لقيامك قبل أن يخلقك، اللي هو المنهج الإلهي اللي في كتاب مكنون. ولذلك إذا نظرنا إلى سورة الرحمن، حينما يقول أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، إذن فمسألة تعليم القرآن قبل، كما يصنع الصانع من البشر ولله المثل الأعلى، قبل ما يصنع الصنع يحدد الغاية منها. فلم يصنع تلفزيون وبعدين قال لي شوفوا لي ينفع فيه دي، لا، أول ما عمل وعمل وعنزل. طب وسبني أستعمله على كيفي؟ لا، عمل لي كتالوج قال افعل كذا ولا تفعل كذا، كذلك أنا صنعت الله، يوم يعمل لي إيه؟ الغاية، ما خلقت الجن إلا ليعبدون، أدي واحدة. وبعدين المنهج افعل ولا تفعل، فإن كان الإنسان ينفذ منهج الله في افعل ولا تفعل كما يريده الحق، يؤدي الإنسان مهمته على أكمل وجه. فإذا وجد الإنسان في نفسه زرجنة نفس، فليعلم أنه خالف تعليما من تعاليم الله، فليرد نفسه إلى مطلوب الله، تنتهي الإيه؟ تنتهي المسائل كلها. عالم الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن ليلة القدر يقول أنزلناه، وبعدين إيه؟ تنزلوا الملائكة، ففي أنزلنا وفيه نزل وفيه تنزل. أنزلنا دي الفعل المتعدي، أعني ليباشر مهمته في الوجود من اللوح المحفوظ، نوديه بقى لقرب الأرض للسماء الدنيا، وبعد ذلك تأتي الأحداث فتنزل النجوم على حسب هذه الإيه؟ على حسب هذه الأحداث. ولذلك العرب لما قالوا لو نزل عليه القرآن جملة واحدة نقول لهم انتوا أغبياء البعدة، لأن ده القرآن حينتظر منكم أسئلة يجيبوا عليها، فكيف يأتي بها في الأول؟ ده يسيبها كده لما تسألهم يوم إيه؟ نجاوبكم. يبقى لازم تنزل نجوم. طيب الحق سبحانه وتعالى حينما طلب منا أن نحيي هذه الليلة، نحييها بأي شيء؟ نحييها برضو بمنهج الله، نكرم الزمن الذي نزل فيه القرآن، وتكريم الزمن الذي نزل فيه القرآن لا ينضبط بليلة، ده علشان يشيع في كل زمان. رمضان بنصوم مش عشان بس نبقى أتقياء فيه، ده ليشيع صفاؤه في كل زمان. فلما نيجي نحييها، طيب لما جم عشان نحيي الليلة، هم المستشرقين مسكننا في حتت، يقول لك يا أخوان عندكم أحاديث بتقول التمسوها في وتر العشر الأواخر، وفي أحاديث التمسوها في شفع العشر الأواخر. الله، طب إيه، في الشفع ولا في الوتر؟ فأنا قلت للدكتور محمد عبده فاهم فاي المستشرق ده، قل له لو أنت بتفهم القرآن بلغة القرآن ما كنتش تعترض هذا الاعتراض، لأن ما دام قال العشر الأواخر، العشر الأواخر هو الشهر كام؟ لو كان الشهر 30 دائما كنا يبقى في كلام، تقول إيه الشفع وإيه الوتر، إنما ده الشهر مرة يبقى 29
ومرة يبقى 30. فمدام قال تمسوها في العشر الأواخر، هاب إن الشهر هيبقى 30، يبقى العشر الأواخر تبتدي من إمتى؟ من ليلة 21، مش كده؟ طب هاب إن هو هيبقى 29، ويبقى العشر الأواخر إيه؟ يبقى مش تبتدي من ليلة 20، يبقى في 20 22، تبقى الشفع عين الوتر بس بتختلف باختلاف الإيه؟ الزمن. 30 هي يصلح عليها العشر، هي نعم يبقى العشر إيه؟ العشر الأواخر في الشفع هي بعينها العشر الأواخر في الوتر، هي نفسها. يبقى ما فيش تعارض في الإيه؟ تعارض في الحديث. نيجي حتة تانية برضو أوقفنا بنقف عندها كتير، وهي إذا كان الحق سبحانه وتعالى عمل التجليات دي في ليلة القدر واللي تصادفه عبادة ويوم مش عارف ربنا يديله، ما ذنب الذين لهم أعذارهم فلم يصوموا ولم يقوموا؟ أكثر فيها حاجة المرأة التي عليها عادتها، ما ذنبها هي في أن لا تصادف ليلة القدر؟ نقول له لو قرأنا القرآن بإمعان لو وجدنا ربنا عمل لها احتياط، لأن هو بيقول من شهد منكم الشهر فليصوم، وبعدين قال ومن كان فعدة أي رمضانه عدة من أيام أخر، يعني يوم ما تيجي تقضي تبقى هي رمضان، فلما تيجي تقضي ليلة القدر يبقى جيلها ليلة قدر. يبقى إذن ليلة القدر كما قال بعض العلماء لا تنتهي كل ليلة فيها ليلة قدر، لأن الناس مختلفين، ده يفطر فيه ده والنهاردة فيبقى فيه ليلة قدر لكل إيه؟ لكل إنسان. ويبقى زمنها ساعة ما تقضي أنت، إذا كان الإنسان لما يكون نائم ويستيقظ يبقى وقته حين يستيقظ، لو استيقظ الضحى يبقى بيصلي حاضر الفجر، تكليف مرفوع عنه. نعم. فأنا بعذر منك يا الله أنت اللي رفعتها عني، يبقى أنا ذنبي إيه؟ إنني ما أخدش هدية ليلة القدر دي. يقولوا لا، فعدتهم من أيام أخرى، أي فرمضانه عدة من أيام أخرى. ولذلك الذين يحتالون على طبيعة الأشياء ويروحوا للدكاترة عشان يديهم حقن عشان تأخر العادة، نقول لا، أنت لما تصومي ما يبقاش رمضانك، لأن رمضانك يما تقضيه بعد ما تمر من هذه الايه، من هذه المسألة. الحق سبحانه وتعالى جعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مواسم، هذه المواسم يستيقظ فيها الإنسان وإن كانت قد أصابته غفلة، هذه المواسم حين توجد وبعد ذلك نرى إقبال الناس على شيء يوم يخليني أتنبأ إن كنت غافل، يحلو لي إنني أبتدي أعمل. ولذلك المسرفون على أنفسهم هم الذين يفيد منهم الإسلام. اللي أسرف على نفسه قبل كده يقول لك يلا يعمل الشيء الفلان عشان ربنا يغفر لك، ابني مسجد، ادي مش عارف ايه، اطعم مساكين، اعمل، لأن في معصية عمالة تلف. فإياكم أن يظن أحد أن الإنسان قد يحتال على الله فيأتي بشيء محرم أكنه ياخده من ربنا كده، يقول له لا، إن عملت شيء محرم أنا هطفعك الدم عشان تعمل شيء حلال، وخليك طول عمرك تعطي المعصية تلهب ظهرك وتعمل الطيب علشان إيه. ولذلك ينصر الله هذا الدين بالرجل الإيه؟ بالرجل الفاجر. أني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نستقبله ليلة القدر بما يحب خالق ليلة القدر، وبما يحب من أنزل القرآن في ليلة القدر. بقي شيء آخر أحب أن ألفت إليه، العلماء اختلفوا ليلة القدر دي اللي بتقدر فيها الأمور هي نصف شعبان ولا ليلة نزول القرآن؟ في سورة يقول لك إيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا فيها يفرق كل أمر حكيم. فقالوا دي ليلة إيه؟ ليلة نص شعبان. نقول له الحق سبحانه وتعالى يعني بعلمه الأزلي يعلم إننا هنقف، إنما بيسنبناش نقف، لازم يدينا لمحات في طي الإشارات علشان أهل الذكر كده يقعدوا يبصوا لها كده ويعتبروا ويطلعوا لنا. طيب اسمع، حاميم والكتاب المبين، حاميم دي من ألفاظ القرآن التي استأثر الله بعلمها، غيب
ولكن غيب يحرسه مشهد، لأن اللي فيها حميم فيها كتاب مبين ظاهر واضح وفيه كل الأحكام. يبقى القرآن هيبقى حاجتين اتنين، غيب زي الحروف المقطعة، وواضح كتاب مبين ظاهر وواضح، الاثنين قرآن. يبقى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، أي أنزلنا القرآن المشتمل على إيه؟ نعم. على الاثنين دول، حاميم الغيبية والكتاب الإيه؟ المشهدية والكتاب المبين. ده نازل وده إيه؟ وده نازل. طيب فيها يفرق كل أمر حكيم. عادة نقول الفرق بين شيئين في الدين دائما نعرفه أنه فرق بين حق وباطل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني شيء يفصل بين الحق والباطل، يبقى ليهم كده وضع. لكن هنا يقول يفرق كل أمر حكيم، الفرق مش من باطل وحق، ده الفرق هنا بين أمرين حكيمين، يفرق كل أمر. الله، طب ازاي يفرق بين أمر؟ أم قال لك لأن كل شيء حكيم قد يكون له زمن ويجي ثاني له برضه زمن، فهو يفصل الزمن ده عن الزمن دي. مثلا كان قبل ليلة نصف شعبان ربنا سبحانه وتعالى موجهنا لإيه؟ لبيت المقدس. نعم. وبعد كده وجهنا إلى إيه؟ الكعبة المشرفة. يبقوا الاثنين حكيم، يعني كنا حكيم في الأولى. نعم. يبقى إذن هنا يفرق بين حكيمين، مش بين حق وباطل، لا، بين حكيمين. بس ده له زمن وانتهى، وده له زمن وإيه؟ ويبتدي. ولذلك تجد الرمزية الدقيقة في هذه أن الحق سبحانه وتعالى لم يجعل تحويل القبلة في أول فرض، يعني صلاة كده وبعدين نقول العصر هنصميه بقى كده، صلينا الظهر على بيت المقدس يلا صلوا الايه العصر على المقدس. قال لك لا، ده جعلوا فرض واحد ويقسموا كده الاثنين، ركعتين عند بيت المقدس، ورك على أين؟ على أنهم الاثنين كمال واحد وحكمة واحدة يفصلها في وقت واحد، مش دي لها وقت ودي لها إيه؟ ودي لها وقت. وبدال بعد ذلك ينحلوا الإيه؟ ينحلوا الإشكال. والإشكال بينشأ، الناس اللي بيعملوا إشكالات في مثل هذه المسائل ناس عايزين يبررهم سوء نيتهم بالنسبة للإسلام، إنما لو إن هم قعدوا كده. ولذلك الحق يقول قل إنما أعظكم بواحدة، ما تاخدوش إسلام الجماهير ولا حكم الجماهير، لأن حكم الجماهير بيداري فيه الباطل مع الحق، مظاهرة ماشي، واحد يهتب بسقوط اللي مش عارف إيه، ما نعرفش مين هو، أهو متداري في اللي إيه؟ متداري في في الجمهرة دي. نقوم نقول له لا، حق سبحانه وتعالى يعلم طبقة كل صوت ويرد الصوت إلى صاحبه. ولذلك دي اللي خلانا نفهم برضو بتوع بروكسل قعدوا يقولوا إيه؟ يعلموا الإيه؟ الجهرة من القول ويعلموا ما تكتمون. الراجل بيسأل هذا السؤال، طب الجهر ما كلنا نعرفه، طب يعلموا الجهرة؟ يقول يعلموا ما نكتب، إنما الجهر ده ما احنا نعرفه. قال لك لا، هو قال يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتب، بيتكلم عن محدث واحد؟ لا، ده بيتكلم عن العموم. ما تكتمون تجهرون، قال لك ليه؟ عشان الباطل قد يدرى في الحق. نقوم نقول له يا أهل الباطل ربنا هياخد صوتك ويعرف هو المين، يبقى معرفته بما نجهر فوق معرفته بما نكتم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. آمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يمد ولاة أمورنا بالسداد والرشاد والتوفيق ليأخذوا بيدنا إلى منهج الله لنستريح من متاعب هذه الحياة، والله الموفق والمعين. اللهم إني أسألك لكل مؤمن هداية. اللهم إني أسألك لكل مؤمن هداية، وإن كانوا قد اهتدوا فزدهم هدى وآتهم تقواهم. اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاع عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك
وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام. والله هو المرجو في كل شيء. وقال الله فليتوكل المتوكلون.